صف الأول الابتدائي. الوحدة السادسة: الحركة والطاقة. الفصل الحادي عشر: الحركة. الدرس الأول: الموقع والحركة. أهداف الدرس: أولا، وصف موقع الشيء بالنسبة إلى أشياء أخرى. ثانيا، إدراك أنه يمكن وصف حركة الشيء بوصف التغير في موقعه. الموقع والحركة: كيف أحدد موقع الشيء؟ الموقع هو مكان وجود الشيء بالنسبة إلى شيء آخر. الموقع يبين لنا ما إذا كان الشيء قريبا إلى شيء آخر أم بعيدا عنه. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفت على مفهوم الموقع، هيا ننفذ النشاط التالي. تأمل الصورة التي أمامك، كم هي جميلة! والآن ارسم دائرة حول الأشخاص القريبين من لعبة الأحصنة. يا ترى، هل تستطيع تحديد الأشخاص القريبين؟ أحسنت، بارك الله فيك. والآن تأمل الصورة مرة أخرى. كم حصانا ترى في الصورة؟ أحسنت، أربعة. كما يبين لنا الموقع ما إذا كان الشيء في الأعلى أو في الأسفل، أم عن اليمين أم عن اليسار. والآن هيا ننفذ النشاط التالي. ضع دائرة حول الأطفال الذين يركبون فوق الخيول. رائع، أحسنت، بطل، بارك الله فيك. هؤلاء هم الأطفال الذين يركبون فوق الخيول. والآن يا صديقي، هل شاهدت لعبة الجرس؟ كيف تخبر صديقك عن موقع لعبة الجرس؟ أحسنت، تقع لعبة الجرس أمام عربة الطعام. والآن عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا على مفهوم الموقع واستطعنا بنجاح تحديد مواقع بعض الأشياء بالنسبة إلى أشياء أخرى، هيا ننطلق معا لنتعرف على مفهوم الحركة. كيف تتحرك الأشياء؟ الحركة هي تغير موقع الشيء. تتحرك الأشياء في خط مستقيم إلى الأمام.
أو إلى الخلف، أو في شكل دائري، وتتحرك الأشياء أيضا في خط متعرج. تأمل هذه الطائرة. تتحرك الطائرة في خط مستقيم. والآن عزيزي الطالب، دعنا نتأمل معا حركة هذه السيارة. كيف تتحرك هذه السيارة على الطريق؟ رائع! تتحرك السيارة في خط متعرج. والآن عزيزي الطالب، هيا نطرح التساؤل التالي: هل تتحرك جميع الأشياء بنفس السرعة؟ إنه الصاروخ، إنه سريع جدا. عزيزي الطالب، تتحرك الأشياء بسرعات مختلفة. بعض الأجسام تتحرك بسرعة كبيرة، وبعضها الآخر يتحرك ببطء. الصاروخ أسرع من الطائرة. نشاط تقييمي. أكمل الجمل التالية بكلمة مناسبة. أولاً: انتقال الشيء من مكان إلى آخر يسمى. أحسنت! انتقال الشيء من مكان إلى آخر يسمى حركة. ثانياً: عندما يتحرك الشيء فهو يغير. أحسنت! عندما يتحرك الشيء فهو يغير موقعه. شكرا لاستماعك عزيزي الطالب. انتهى درسنا لهذا اليوم.